أول شيء بدي أشكر نون على هذا الإيفنت وعلى نو ليبل. مين؟ مين بيعرف شو نو ليبل قبل ما نبلش؟ نحن وصغار أول ما هيك بلشنا نوع على الحياة ورفقة ومدرسة وأهل كل هدول بلشنا يعطونا هوية مزيفة أو هيك ليبل هوية شيء بيلزقوا علينا. هيدا طويل، هيدا ناصح، هيدا ضعيف، هيدا سمرة، هيدا كريم، هيدا ويعني وقت ما بدكم بعدين بعدين هيدا كسلان، هيدا يعني شو بدكم بعد اشياء عأضرب، هيدا ذكي، هيدا لا هيدا أول اللي قلتوه أول. وبصير الواحد عايش بعقل، يعني يا بيتعقد لدرجه انه بيصير لحاله وما بيروح على المجتمع وخيفان من حاله وخيفان من العالم شو تحكي عنه، يا بيصير عدائي وبيروح عند العالم وبيصير يعني بده يثبت حاله بطريقه كثير همجيه، يا مثل الاشخاص اللي هلا رح تشوفون ورح تتعرفوا عليهم قرروا يتحدوا هيدا الواقع ويبرهنوا انه هن اشخاص ناجحين، انه هن اشخاص قادرين يوصلوا، انه هيدا الليبل اما هي الهويه المزيفه اللي اعطيناهم اياها مش هي بتوصفهم وبتحدد انه هاو هن. وهيدا بعتقد الهدف من الاشخاص اللي رح يحكوا اليوم ونو ليبل اللي عم تحاول تعمل هالاويرنس على الانتي بولين. اول سبيكر رح يكون معنا اسمه اسعد ثبيان، هو الفاوندر لبيروتيات. اسعد اذا بدي بلش احكي رح اعمل له تيرن اوف للسبيتش تبعه فما راح احكي كثير عنه، بس راح اقول انه اسعد من بعد ما تعرفت عليه كثير منيح تذكرت هذا المثل اللبناني اللي بيقول اذا ما بتعرفوا بتجهلوا. بتعرفوه؟ مين بيعرفه؟ مش لاسعد للمثل. اوكي فاسعد بدي اطلب منك تفضل وخبرنا السبيتش تبعك. علموني منذ نعومه الاظافر ان اقدس اسمي وأحترم عائلتي وأفتخر ببيعتي وعشق طائفتي والانتماء لوطني. علموني معنى النخوة والشرف والكرامة والوطنية وكل المصطلحات الرنانة. حشوا في رأسي أن الأرض ملكا لي لا لشيء، بل لأن أحدا ما في شجرة العائلة كان لديه قبضة يد محكمة تزع من خلالها سق ملكية. أحدهم اقترح أن الشجرة على حدود وطني في الشرق تختلف عن نظيرتها التي تبعد عنها مرمى حجر، فهذه لها جنسية وتلك لها أخرى. زايد أحدهم بتقبيل تراب الوطن، افترض أن ما لدينا من تربة أخصب من تراب العالم أجمع. آخرين قرروا أننا أرض ومهد الحضارة، منهم من أسمانا أرض الفنيق، بعضهم قال أننا صدرنا الحرف وباقينا رفعوا شعار قطعة سماء. ولكنني حتى اليوم لم أفهم معنى هذه المصطلحات. أنا لا أعاني من الديسلكسيا أو ضعف في القواعد والنحو، ولكنني أعاني من سوء هضم المصطلحات الجاهزة والمربعات المغلقة. تولى البعض طرق الوعظ والإرشاد، أنت من جماعة المتنورين فكره العميان، أنت من حزب العمال فاحتقر الرأسماليين، أنت أبيض فذم السود، أنت قصير فاحتقر من هم أطول منك، أنت عربي فلا تؤمن جنب الأجنبي، أنت. لكن أحدا لم يعلمني أن أكون إنسان فأحترم الإنسانية. هذا الشيء كان المقدمة تبع آخر كتاب نشرته بديسمبر 2014. قبل ما بلش بدي أحب أشكر نو ليبل على استضافتي اليوم، أشكر يوت كيتك هاب لأنهم قبلوا يستضيفونا بهذا الإيفنت، وأشكركم كلكم لأنكم قدرتوا تجوا. خبريتي بلشت من حوالي 28 سنة وكم شهر لأنه نحسب الوقت كنت بطن أمي فيه. في زلمة طولي أسمر أكثر شوي أضعف أكثر بعد كان مجوز وما عنده أولاد، مع أن المرأة اللي مجوزة كان عنده أولاد. كل العالم كانوا يفكروا أنه هو ما رح يجيب أولاد. بعد فترة عايش مع هذيك المرأة قال لي تتركه وتطلقه وراح هو يبرم يكمل حياته. قاموا بالضيعة صاروا يبرموا له عروس. لقى مرأة كمان على آخر الثلاثينات وتجوزوا بالغلط، واحد منهم كان بيه والتاني أمه. خلقت بنت، خلقت ميتة، بعد فترة خلقت أنا. قرروا يسميني على اسم جدي.
تسع أولاد عندي قبل، أصغر واحد بيناتهم فرق بيني وبينه 20 سنة، ولا واحد قرر يبنصوب هالاسم اللي اسمه أسعد من الستينات اللي قبل. كنت عايش بالضيعة قبل، لا أول ما خلقت منطقة خلدي. بيي كان يشتغل يا نطور يا مرافق لزلمة معنا بالضيعة عنده مدرسة. بتذكر أشياء صغيرة من طفولة بهالسنوات، كان يحملني بيي ويخدني على نشوف البحر أو يشتري لي شوكولا وتشيبس، بتعرفوا بالألف ليرة كنا نجيب كتير قصص. بعدين طلعنا على الضيعة. بالضيعة بتذكر إنه كان في عنا بيت فوق منه في ملعب، في محل بيبي فوت وبليار ومكانات فليبر. كان عمري 5 سنين، كان في مكنة بالذات ما كان حدا شاطر فيها قدي، وهي المكنة كل ما تلعب دق في بنت بتشلح قطعة من تيارز. فأنا الوحيد اللي عمري 5 سنين كنت عم بلعب، كل ما يخلص الدق بعمل هيك، بعدين صرت أعمل هيك، بعدين هيك، بعدين صرت شيل إيدي. بس كان بيي عصب بالموضوع، لأنه أنا بس حط الفيشة معناتها قاعد 4 ساعات على المكنة، يعني خسر كتير زباين، لأنه هوديك 10 دقايق بيخسروا 10 دقايق بيخسروا، ومكنة فيها شوية ذكاء. فقالوا بلكي هالصبي ذكي، خلينا ناخده يقدم على منحة. وبالفعل كان في منحة جايين وزارة الشؤون الاجتماعية بوقتها، وانقبلت بمدرسة. بس المدرسة بامتحانات الدخول لما رحت، في بنتين كانوا جيراننا نزلوا قالوا له لبيي لا ما شكله ماشي الحال، كان عم يبكي بالامتحانات. هو عن جد ما مشي الحال، وقرروا يعيدوني صف الأول ابتدائي. تخيلوا فتحة ناقص 9. فتت على المدرسة بعد جمعتين، بيجوا بيقولوا له لبيي يي غلطنا بحق ابنك، لا شكله الصبي شاطر ولازم يكون في التاني. بتعرفوا مثل كل البيات والاميات عندهم هيدي الجملة المشهورة اللي كلنا ربينا عليها، اللحمات لإلكم والعظام لإلنا، اتركوا بالأول ابتدائي. فبيت أنا بهيدا الصف، بس ثابت صرت أطلع الأول صفي. كملت المنحة، بدل ما تمد لسنة صارت 12 سنة. خلصت من روضة أولى لترمينال فول سكولرشيب. ما كنت معفه من الامتحانات تقريبا كل الوقت، علاماتي كثير عالية، وكنت دائما مهدد من الطرد من المدرسة. بالغلط انطردت من 3 مدارس نهائية، قال لأنه كنت لزيل شوي. لما كنا بالضيعة مرة من المرات بيي كان عيد الأضحى بتجيب لي فرقاع، ما كان عندنا كثير مصاري. فلما جاب لي فرقاع كان عم بيولع سخونة عم بحطهم بقنينة بيبسي، واحد منهم مولع قرب هو اللي يشوفه فيه، تطير شرقوطة بتحرق له شبكة عينه. وربيت أنا على ذنب كل العالم حملتني إياه من أنا وصغير، إنه هيدا اللي حرق عين بيي، وأنا ولد عمري 5 سنين. عمر ال 14 بيي صار عنده كانسر وصار يطلع المستشفى، وأنا تلميذ مدرسة. بخلص مدرسة من هون بنزل على البيت، بطلع شوف بيي بالمستشفى بالفان. لمرة من المرات طالع ما كنت لاقي فان، رحت عند شوفير تاكسي. هيدا التاكسي كان يخدنا بسعر أرخص من الباقيين لأنه صاحبي هو بيي. بيهجم علي كلب، وأنا كنت خايف من الكلاب، هلا بنام حد يا كلبي، بركض وبتصير إجري. وقتها طلعت عن بيي شفته بالمستشفى وأنا موجوع، وما قلت له، لأنه شو بدي أقول له؟ ما معنا مصاري لأسوي إجري. نمت على الوجع ليلتها، لثاني نهار رحت على المدرسة وعملت حالي كسرت إجري بالمدرسة اللي جابوني إياها. بعدين توفى بيي، كان عمري 15. بارح بعدني بالذات كاتب كيف كانت اللحظة اللي صارت معي الشكادرية، لما كنت عم بفكر باليوم بالعيدة اللي صارت. صرت خلص المدرسة انزل على مكتبي اشتغل تصوير، اطبع على تعلمت اطبع. هلا يعني هيدي واحدة من الاشياء الحلوة، بتجيبوا لي كيبورد وبغمض عيوني بعرف الحروف العربية، لانه سنتين اشتغل فيهم. صرت افهم بالخرائط. عندي رفيقي كان اول سنة بالجامعة بالأديون، وكان اول مرة انا بينطلب مني اعمل بحث للجامعة، لانه رفيقي مش فاضي يعمله فانا بعمله عنه. اتذكر اول بحث عملته باللغة العربية كان عن اخوان الصفاء وخلان الوفاء، اللي هن ناس قرامطة ومعتزلة ايام الدولة العباسية، شيء فلسفي ما بعرف ليه كنت بحبها لسه انا صغير. تاني بحث عملته كان عن كوانتوم فيزيكس، كنت حب الفيزيكس. بس انا انسان كتير شاطر بخياراتي العلاقه بالعلم. بالترمينال عملت اجتماع اقتصاد مش متلام، لانه بصف الاجتماع اقتصاد كان في 17 بنت و9 شباب، بينما بالمتلام كان في 4 بنات، ففضلت اجتماع اقتصاد. بالجامعه كان ضرب الذكاء مش طبيعي، كنت نزلت على بيروت ولازم تسجل بالجامعه،
عمري 18 سنة وللأسف ما طلعت بين أول 10 بلبنان لأنه كنت عم أقدم ارتجالي أنا الامتحانات الرسمية مش دارس ولا نهار. بوصل على كنت توظفت بشركة كان معاشي بالضبط 352 دولار. كنت شريشة التليفون بوقتها 64,000 ليرة. وكان عندي أم وأختين أصغر مني لازم أعيشهم. فكان ما عندي بريفليج فكرة إنه أنا آخذ تاكسي أو سيرفيس أو غيره، لازم أمشي على الجامعة. كنت عم بشتغل على كوليج المزرعة بطلع على برا بسأل أول شخص بقول له وين في أقرب جامعة لبنانية ما بيعرف، الثاني ما بيعرف، الثالث بعرف. قال لي هيك. دلني صوب شو؟ بتمشى بروح على الكولا بتطلع كلية إعلام سجل إعلام. على حظي الحلو بعد 6 أشهر نقلوا الجامعة صارت ورا كلية الآداب والفلسفة والتاريخ، مضطر أقطعهم لأوصل على الإعلام. فلو دلني حدا على الشرق كنت سجلت فيها آداب يا فلسفة يا تاريخ وارتحنا من هالهمروجي كله. درست إعلام لأنه هذا الشيء الوحيد كان فيه أدرسه لأنه بخليني أمشي مع الشغل. مروحة رجعة والشغل دغري حد الفان اللي بيطلع على الجبل ب 2500 ليرة. بس على مين؟ صرت صحبة مع فريق الفان، ليش بدي أدفع عن 2005 طلعة ونزلة؟ هو اللي بيشتري فيهم سندويش. كملت بهذا الشغل شي سنتين ومن أول سنة بالصيفية كنت عم بعمل شغل بالصحافة بلبنان. اشتغلت بأهم ثلاث جرايد واشتغلت بتلفزيونين. بعرف ما شفتوني على الشاشة كتير وقتها. في واحدة من الصحف العظيمة اشتغلت معهم 4 أشهر. بعد 4 أشهر عطوني معاش انبسطت، عطوني هيك ظرف مرتب أخذته ما استحيت أفتحه عن المدير إنه عارف قديه. بروح بنزل بتذكر هيك بنزل على الدرج بفتح 100 دولار. بأربعة أشهر كنت بس مواصلات يمكن دافع أكثر. فقررت إنه ما أطلع من خدمة الصحافة مش كثير مرتب وأصلا ما عم بحقق حالي فيها. بهالوقت كنت عم فتحت بلوج لأنه على المدونة تبعي كان فيني أقول الأشياء اللي الإعلام ما بيقدر ينشر لي إياها، كان فيه يقول رأيي، كان فيه يعبر عن حالي، فيه يقول مشاعري. لأنه عندي مدونة اضطريت أتعلم أعمل ماركتينج للمدونة، فيسبوك، تويتر، غيره وغيرته. ومن هيدا المجال فجأة عم سلف توت صرت أتعلم أكثر وأكثر، أخذت جوجل آد سيرتيفيكت، أخذت جوجل أناليتكس سيرتيفيكت، سافرت على سويد عملت كورس عن ديجيتال ميديا، اخذت كثير تريننجز اونلاين، ما خليت كونفرنس هون بلبنان غير ما حضرته، وربحت بال 2013 جائزه ارب نت لبست كرييتيف كومبات. وعندي بورتفوليو من كلاينتس بيتراوح من اكبر المجلات للاندستري تبع التليفونات لحد يو كي تك هاب كانوا كلاينتس عندي وقتها وقت فتحت. وبرمت وهون كان دور طيب شو عم بعمل انا؟ عم بشتغل عم طلع مصاري عم بعمل سيفينجز وما بنسى ابدا انه انا ما بقى بحاجه اطلع بهيدا الضام انطر على الكولا واذا سبقني مضطر نام تحت جسر الكولا او بالشغل وما بقى مضطر اختي تغسل على ايديا لما اشتريت لهم غساله اوتوماتيك وجبت سياره فرشت بيت وبرمت 22 دوله وشفت الناس واخذت فيكيشن وحطيت شنطه على ظهري ورحت بلجيكا هولندا المانيا دنمارك سويد وخلفت وما قطعت التيكت تبع الترين بين دنمارك وسويد وكمشوني ودفعت فاين عليها ورحت على فرنسا ما عارف عند مين بدي نام بحكي رفيقي اللي موجود بغزه بيحكي رفيقته الموجوده بالشام بتحكي رفيقتها موجوده بسويسرا هي بتدلني عند حدا لروح اقعد عنده وعشت كل يوم بيومه وانبسطت ما بنسى ابدا اول نهار لما انا صرت اشتغل على حسابي وصرت انه احس حالي عم بنتج عم بعمل شيء قصرت مع الجامعه بس اتليست عملت شيء كله هيدا بقي يتراكم لصار اذار 2014 كان صار عمري 26 سنه كان اللي بيشتغل من عمر ال 14 يعني نص عمري قررت اهدي حالي كدو اني اوقف شغلي بدي اخذ سنه بريك استقلت كنت اشتغل بالال بي سي بالجمعيه اللبنانيه للديمقراطيه الانتخابات استقلت من الوظيفتين ورحت على البيت شو بدك تعمل؟ ما عندي سيفينغز قعدت اصرف فيه 6 أشهر روحان مجيات برلين برشلونه شفت اصحابي قعد رجعت على لبنان لا شكلك رح تفلس يا صاحبي اشتغلت شهرين ثلاثه خطبت اول اخت تمام رجعت قلت لحالي اوف انا وعدت حالي بسنه فاكيشن اخذت نصها بعد بيطلع لي نص شو عم كسب حالي لا مش ظابطه هديه بدون هديه انت رحت على الاردن وعملت سبيريتشوال ورك شوب
قعدت 10 ايام بالصحراء بلا تليفون بلا انترنت، وهون صرت بفكر انه بدي اعرف اسعد مين. وبيوم من الايام قررت احكي لبي، حكيته بيني وبينه، قلت له ليك انا اكتشفت انه انا كنت كل الوقت عم بعيش كرمالك لك مش كرمالي لك، انه انا بحبك وبحترمك وبقدسك وكل شيء، بس انا ما بقى بدي اعيش كرمال ثبت لك لك او ثبت للمجتمع ولا ثبت لاي حدا ثاني اي شيء، بدي اعيش كرمالي لك، كرمال انا عم مبسوط. وهيك عملت. برجع بشتغل شهرين ثلاثة لأنه أختي الثانية بدها تخطب، وممنوع ما تجيب للأولى مثل ما تجيب للثانية ولا بتخطب بالحيط. وخطبت الثانية. جينا على سنة الماضي بال 2015 أخذ أنا عهد على حالي ومنظم حالي إنه أنا رايح على إيست إيجيا لأكتشف حالي. عندي 4-5 دول بدي أبرم عليهم موجودين. الخريطة رفيقتي كانت قاعدة هونيك بعثت لي الأماكن اللي لازم زورهم. ومثل ما عملت بأوروبا بعمل بأمستر. شو عنده الدنيا من بعد لقدام. وإذا بيصير في أزمة بالبلد اسمها أزمة زبالة، وإذا أنا بصير عميل وبقض بعض من السفرات وبسب الأديان وإنسان عاطل وما بسوى وما حدا لازم يكون عم يأمن باللي عم جرب أعمله. في ناس قررت تنبش اشياء كتبها على الفيسبوك. انا كنت بتمنى لو نبشوا حياتي، لو نبشوا رفقاتي، لو نبشوا شو عملت مع اهلي، شو بنبشوا مع العالم اللي قضيت وقت معهم بيعرفوني على مظبوط واللي كثار منهم موجودين هون. انا هو العالم مسامحهم مثل ما بتمنى ان يكونوا مسامحيني، بس انا ابدا ما نسيت انه انا نمت تحت جسم الكل. انا ابدا ما نسيت انه بي وامي ماتوا لانه امي شخصها الحكيم معها مرض سبايرا وهي معها كانسر. أبداً ما نسيت إنه أنا كنت روح عند أم غسان لهي تعمل لي صحن طبخ يومي بألفين ليرة، لأنه أنا بحب الطبخ وهي تعمل لي سعر كنت أكل عندها كل يوم. أنا أبداً ما نسيت كل العالم اللي عشت وربيت مثلهم، والناس اللي أنا مثلي من الضيعة يلي ربيوا يا أما بلا بي يا أما بلا أم، وربيوا بظروف فقيرة ومعطرة، وبشوفهم هلأ وبشوف شو عملوا بحياتهم، وبعرف إنه سبب كتير إنه هني ما قدروا يعملوا شيء مش حق عليهم، بس حق على بلد معطر مزفت عايشين فيه منهم مقدم لهم فرصة أو قدرة إنه يتطوروا. أنا قدرت أتطور بجهدي وبتعبي لحالي، وهذا اللي كان بدي الكل يشوفه وفرج الكل إنه يقدر يعمل نفس الشيء. بعتقد كل إنسان كل واحد عنده مشاكله وظروفه لحاله، كل واحد في عنده قصته، كل واحد عنده خبريته. رسالتي هي انه ما نحكم على شخص بس من اول خبرية نسمعه عنه او اول شيء نشوفه عنه. رسالتي هي انه نعرف الناس بالاول، لانه كل حدا مثلي موجود بيناتكم هون انا مأكد عنده قصة بتشبهني وما حدا بيعرفها. انا اليوم حكيت وانتو كلكم عم تحكم على حالكم بصمت. لما نزلت على المظاهرات نزلت لأنه بدي واقعي يتغير، مستقبلي يتغير. إذا بيوم من الأيام جوزت وصار عندي أولاد وسألوني أولادي شو عملت، قلت لهم جربت، على القليل جربت، لأنه ما بدي أولادي أبداً يعيشوا اللي أنا عشته. شكراً.